مريم البوليسيه كتوقع في حب مع فريد اللي خدم معها، حاجه باغا تكتشف حقيقه ديال طلحه وعائلته. احداث مشوقه، خليكم مع الفيديو تنخر باش تفهموا كل شيء. اولا اخوتي، اذا كنت اول مره كتشوفوا لاش يوتيوب ديالنا، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. في كل فيديو كنبغيو نعطيو النقد ديالنا في الحلقه اللي فات، ومن بعد كنزيدو في توقعات جداد. في الحلقه 10 شفنا بزاف ديال الاحداث اللي وقعوا، كيف ما شفنا فريد ومريم بقاو قبض على واحد المجرم لواحد الظاهره اللي كنكتشفوا بزاف في المجتمع ديالنا، كواحد كيمشي كيكتل العشوب في دارو وكيبدا كيبيع حدا الجامع وفي الزنقه في الاسواق، كيبيع الناس اللي مرض وكيجيو عند الناس منين ومنين باش يشريو عندو داك العشوب، وفي الاخر كيشربوه لما كيوقع لهم شي مرض خايب ولا كيموتوا، على اساس ان داك السيد كيسمع بلي هاد الدواء كيعالج هادي وهادي، هو ربي اللي عالم به ومريض وباغي يهري الدواء، باغي يعطي فلوس كثيره باش الدواء، وكيشري العشوب في الاخر كيزق مريض اكثر من هكذاك. موسيس قربنا من الظاهره هادي اللي خاصنا نردو منها البال، حيت اكثر منا ولا كيتعاطى لهاد العشوب هادو كيقدروا ياثروا في الصحه ديال الواحد. شفنا المعطي اب مريم كيفاش قدر يخطب امل من عند خوها بسبب الطمع قبلات هي. شفنا بزاف ديال الاحداث اللي وقعوا في الحلقه 10 اللي زوينين بزاف، ودابا غندوزو التوقعات حلقه 11 اللي وقع فيهم في نظركم. عمر غيتدخل في قضيه تاع مروان اللي مو مريضه وغيعالجها وغيبدا يتبع معها دورات، وغنشوفوا المعطي غيفكر باش يدير شي عرس بلا خبر بنتو مريم، حيت الا اكتشفته غيدير العرس غيوقع في مشكل اكثر من هذا. غنشوفوا الحسين كيفاش غيقلب يدير شي خطه باش يجري على عرفه اللي خدام عنده في ريستوران، وغنشوفوا مروان غيعاود الحجيبة السر الحقيقي ديال طلحه، ومن هنا الحجيبة غيطلع عليها الدم وغتصدم بعد ما غيعاود لها الحقيقه هذه. غنشوفوا مريم كتحس بشي حاجه من جهه فريد بعد ما غزلت معاه شحال مره، هذا المره غتعترفي بالحب ديالو ليها. اكتشفوا بزاف ديال الاحداث في الحلقه الجايه. انت هنا اخوتي قدرنا نسالي الفيديو، شاركوا معنا اخوتي في القناه، فعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد.